أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من اشتباك. النهاردة الحلقة الرابعة والأخيرة اللي بنتناول فيها الفرق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف. قبل ما أدخل في النقاط أو النقطة الأخيرة من الفروق، هلخص لكم بسرعة احنا قلنا ايه في الثلاث حلقات اللي فاتت. قلنا بسرعة كده ان اللي بيقولك ربما واظن واحتمال ونسبتها كذا في المية، ده بيتكلم علم حقيقي. اللي بيقولك 100% ومتأكد الى اخره، ده بيتكلم عن علم زائف. قلنا كمان ان العالم الحقيقي راجل متشكك موسوس مغرم بالتفاصيل ولا يسعى الى الكثرة والانتشار، لان الانتشار مش معيار للحقيقة ولا ميزان للصدق. العلم الحقيقي بيعتمد على صدق وسائله ومصداقية التجارب بتاعته، لكن زي ما قلنا قبل كده ان العلم الزائف بيعتمد على السلطة، وقلنا انواع السلطة اللي بيعتمد عليها العلم الزائف. قلنا كمان ان العلم الحقيقي دايما بيركز في المعمل وفي الميكروسكوب وعلى التجارب بتاعته وعلى الابحاث بتاعته، وما بيلقيش بالا قوي او يهتم لما يحدث خارج باب المعمل، وما بيخترعش معارك وهمية ولا مؤامرات ولا الكلام ده كله. العلم المزيف بقى بيقعد يقول ده حاقدين، ده حزب أعداء نجاح، ده إمبريالية، ده مش عارف كذا، ده سرقوا الأسرى، كل هذا الكلام. قلنا كمان إن العلم الحقيقي بيحب الشمس، بيحب النور، بينمو في الأكسجين، في الهواء النقي. لكن العلم الزائف دايما يقول لك انا سري، احنا حاجات في الدرج مستخبيه مش عارف فين، كل الكلام. العلم الزائف دايما بيعلن عن نتائجه في مؤتمرات صحفيه وبرامج فضائيه، مش في مجلات علميه ولا مؤتمرات علميه. قلنا برضو العلم الحقيقي ما بيزعلش من النقد، دايما يقول يا جماعة صحوني، يا جماعة انتقدوني، ما عندوش الروح الثأرية دي زي ما قلنا في الحلقات الماضية. وقلنا في الحلقة الأخيرة ان العلم ما بيعرفش الطناش، بل الوقود بتاعه الوسوسة والتشكك، لكن العلم الزائف دايما بيخبي الأخطاء بتاعته. العلم الحقيقي ما بيغازلش غريزة عشق الماضي والنوستالجيا والحنين والكلام ده، لكن العلم الزائف بيعمل كده. قلنا برضو آخر حاجة قلناها في الحلقة اللي فاتت إن العلم الحقيقي حيادي، والحياد ده ساعات بيغيظ أو بينفر البسطاء العامة الجمهور، واللي بيعتمد على إن مداعبة العواطف، لغة الحشد والمظاهرات إلى آخره، اللي هي مش في العلم الحقيقي. طيب النهاردة في الحلقة الأخيرة هنقول آخر فروق ما بين العلم الحقيقي والعلم الزائف. العلم الحقيقي بيتجه أو بيميل إلى الاقتصاد، إلى التحديد، عنده صرامة في الحتة دي. لا، العلم الزائف لا، يعني باللغة كده الدرجة بيميل إلى إيه بقى؟ هل بيميل للاقتصاد والتحديد؟ لا، العلم الزائف بيميل للرطرطة، للغموض. يعني بيوصف ده مثلا يقول لك إيه، ده تقيل، ده خفيف. يعني العلم الحقيقي بيرد بقى بيقول له لا، قول ده وزنه جزء على 1000 من الجرام، وده وزنه مليون طن مش عارف كذا. ده لغة العلم الحقيقي الدقيق.
العلم بيحول مجلد الثرثرة والرغي لمعادلة من 4 حروف فيها جمع طرح قسمة ضرب بس. يعني هو شطارته في كده، لكن يعني بالبلدي كده العلم الزائف بقى بيعشق اللت والعجن واللف والدوران، وبيسكن بقى بيت الأشباح ومتاهة جحا، وبينحت لنفسه ألفاظ غريبة بتخضك بقى وتلخبطك، فأنت تتهم نفسك إيه ده أنا جاهل، إزاي ما فهمتش كلام المجعلص الكبير ده؟ الطلاسم دي أكيد فوق مستوى تفكيري المحدود وخيالي المتواضع، فبنسحب بهدوء. العالم المزيف يقول لك أنا عندي علم لدني وعندي طاقة كونية والقدر بيديني رسائل سرية واطلاعات مستقبلية إلى آخره، لغة رمزية كده سرمدية زي السراب لما تخوض فيه أكتر وتفتكر ان انت مسكته بيتسرب منك وبيراوغك. العلم الحقيقي شامل، اما العلم الزائف انتقائي. العالم الزائف بيختار تلفيقاته بدقة، ودي الدقة الوحيدة اللي بيوجدها العلم الزائف، عدا ذلك فهو عشوائي بامتياز. العالم الزائف تلاقيه بيلجأ للتزوير لإثبات نظريته ودعم اكتشافه، وبيمنح نفسه مظلة أخلاقية مزعومة لممارسة هذا الإجرام اللا أخلاقي. العلم الحقيقي عمره ما بيدعي إنه بيمتلك إجابة كل الأسئلة. العلم الزائف بقى عنده بجاحة إن في جيبه الصغير إجابات كل الأسئلة، شفاء من كل الأمراض، بيحقق كل الأمان بالخوارق والمعجزات. العالم الزائف تلاقيه بقى بيقدم في كبسولة الأعشاب وبرطمان لافتكاسات شربة الشيخ علي اللي بتشفي من كل الأسقام والأمراض، من البواسير حتى السرطان. العلم الزائف دايما بيشكك في العلم الحقيقي وبيقول كان عمل لك ايه يعني العلم الحقيقي؟ كان شفاك من السرطان ولا الايدز؟ بيتناسى ان اللي هو بيسميه عجز العلم عن حل المشكلة الان ما يعنيش انه هيعجز مستقبلا، او انه مش هيتمكن من الحل اجلا او عاجلا، هو حتما هيحلها لانه بيمتلك الآلية اللي مش موجودة في العلم الزائف. ايه هي الآلية دي؟ آلية تصحيح ذاته، آلية إصلاح أخطائه. إحنا مش هنوصل للحل إلا عبر المرور على جسر هذا العلم الحقيقي المستقيم المتفرد، حيث الهدف والأمل والعلاج والحل. الطريق للعلم جسر واحد ملوش تاني، وادي ممتد خصيب وواضح وصريح، ما فيهوش لبس، ما فيهوش سراب، ما عندوش شعاب جانبية وطرق ملتفة. أرجوكم اتبعوا العلم الحقيقي ولا تتبعوا العلم الزائف فتكونوا من الخاسرين. مع الحلقة القادمة من اشتباك، وبإذن الله موضوع جديد.